بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس وصلت إلى محافظة دمياط سيارة سكوك الإطعام بتاريخ 23/3 طبقا لتعليمات معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة. إن شاء الله سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية حسب الخطة الموضوعة ضمن محافظة دمياط وضمن الشؤون الاجتماعية. وعلى يميني جميع رائدات التي أرسلتهم مديرية الشؤون لاستلام هذه الحصة، وكل عام وأنتم بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأربعاء الموافق 23/3/2022 تم بحمد الله وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الإطعام لمديرية أوقاف الإسماعيلية وتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية، وبذلك يكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسماعيلية بإجمالي 3 طن. وكل عام وأنتم بخير. بفضل من الله تبارك وتعالى وبتوجيهات من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وصلت اليوم الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر شعبان 1443 الموافق 26 من شهر مارس 2022، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة السويس من خلال التضامن الاجتماعي وبتعليمات وتوجيهات من معالي اللواء الوزير محمد عبد المجيد صقر حفظه الله ورعاه. كل عام وأنتم جميعا بخير.